أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: عندنا ترميم في المسجد في الدور الأرضي، يقول ترميم للمسجد في الدور الأرضي، وصارت الصلاة تقام في الدور الثاني، وعندنا كبير في السن لا يستطيع الصعود ويريد الصلاة بمفرده في الدور الأرضي ويتابع الإمام. يصلي معه أحد، ما يصلي وحده، يصلي معه أحد من أولاده أو من المحسنين يحتسبون. يتابع الإمام، يصلي معه ويتابع الإمام، هو في المسجد. نعم في المسجد. نعم.